يحتاج اليمن إلى أيادي أبنائه المخلصين لانتشاله من وضعه الراهن الذي لا يحسد عليه لقد أودت عشرية الجحيم الحوثي بكل مقاومات دولته وفرص شعبه في العيش والبقاء واستطالت عليه الحرب أمدا بعيدا خارج الزمن الواقعي والمعقول وأفضى تشاكس التوجهات السياسية والمسارات العسكرية في الجبهة الجمهورية المواجهة للحوثيين إلى تعزيز وضع أفضل للميليشيا، ما ضاعف من فرص تغولها المدمر وتكاليف الشقاء الإنساني لليمنيين. ويفتح إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية ثقوب أمل في جدار الأزمة اليمنية المصمت اذ تهب مجددا نسائم التعافي السياسي في اعقاب اعوام من الدخان والغياب ولم يغادر بيان اشهار التكتل الوطني قضيه عامه او هما جميعا بل وضع يده على مكمن الجرح والنقاط على الحروف لكن تحديات كبيره تنتظره في طريقه الذي لا تنبت فيه الورود وباختيار رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر رئيسا دوريا للمجلس الاعلى للتكتل الوطني لن يكون من المتعسر ادراك ان خطوه المنطلق جاءت في الاتجاه الصحيح فهو رجل الميراث السياسي ممهور بخبرات العمل القيادي والاداره الرسميه ومواقفه مشهوده تجاه القضايا السياديه بالاضافه الى وعيه التاريخي الاكاديمي بمخاطر الامامه في اليمن وهتكه لاسرارها ودعا بن دغر المترددين في الانضمام الى التكتل ان تبوؤوا مقاعدكم فيه فالباب مفتوح وفي التكتل كل متسع